أهلا بيكم سنة خمسة ابتدائي، ومعانا النهاردة الدرس الخامس في الوحدة التانية بعنوان اختراع النقود وتطورها. يعني ايه بقى اختراع النقود؟ اقولك يعني هنتكلم عن الفلوس اللي انا وانت بنشتري بيها وبنعمل بيها كل حاجة، ونعرف امتى الناس اخترعوا الفلوس، يعني اخترعوا النقود امتى، وهل الناس لما اخترعوا الفلوس دي كانت زي الفلوس اللي موجودة الوقت اللي انا وانت بنستخدمها، يعني كانت مصنوعة من الورق ولا كانت معمولة من حاجة تانية؟ اقول لك علشان نعرف الحاجات دي كلها يلا بينا نرجع بالزمن لورا ونشوف الناس كانوا بيستخدموا ايه بالظبط قبل ما يعرفوا الفلوس، يعني قبل ما يخترعوا الفلوس ويخترعوا النقود. بيقول لك ان الناس ايام زمان كانوا بيستخدموا نظام اسمه نظام المقايدة. المقايدة ايوه، يعني ايه؟ اقول لك يعني انت مثلا معاك فاكهة وانا مثلا معايا قمح، انت محتاج القمح اللي معايا وانا محتاج الفاكهة اللي معاك، ايه اللي هيحصل؟ هنبدل انا وانت مع بعض، اهو التبادل اللي حصل بيني وبينك ده اسمه المقايدة. يبقى المقايدة دي عملية تبادل، انا وانت بنبدل مع بعض. طيب الفاكهة بتاعتك والقمح بتاعي بنقول عليهم السلع والخدمات، يبقى المقايدة هي تبادل السلع والخدمات بدون استخدام نقود، من غير ما نستخدم فلوس. انت خدت قمح وانا خدت الفاكهة، انت بدلت معايا وانا بدلت معاك. ده النظام اللي كان موجود قبل النقود، يعني قبل الناس ما تعرف الفلوس كان ده النظام اللي موجود. يبقى لما يجي يسألني ويقول لي قبل ظهور النقود كان يتعامل الناس بنظام نقط، أقول له المقايدة يعني التبادل، بيبدلوا مع بعض، كل واحد محتاج حاجة التاني فبيبدلها معاه. طيب السؤال هنا، ايه اللي خلى الناس تفكر في انها تخترع فلوس وما تشتغلش على طول بنظام المقايدة؟ اقول لك علشان نظام المقايدة ده كان فيه عيبين كبار جدا جدا. ايه هي عيوب المقايدة؟ اقول لك، اول حاجة صعوبة تخزين بعض السلع مثل الفاكهة. بعض السلع اللي الناس بتبدلها ممكن تبوظ لو اتعانت فترة من الزمن، يعني مثلا لو انت عندك مزرعة كبيرة فيها فاكهة وبعد ما جمعت الفاكهة دي عايز بقى تجيب قمح وتجيب حاجات تانية فتروح تبدلها، فلو عينت الفاكهة فترة كبيرة ايه اللي هيحصل لها؟ هتبوظ. يبقى اول عيب في نظام المقايدة صعوبة تخزين بعض السلع مثل الفاكهة، وطبعا في حاجات تانية كتير برضو صعب ان احنا نخزنها. طيب تاني عيب ايه في المقايدة؟ اقولك لو انا معايا القمح وانت معاك فاكهة وانت عايز القمح وانا مش عايز الفاكهة اللي معاك، كده عملية التبادل والمقايدة هتحصل ولا مش هتحصل؟ طبعا مش هتحصل، لازم انا وانت نبقى محتاجين حاجة بعض، يبقى انا محتاج الفاكهة وانت محتاج القمح علشان نبدل مع بعض. يبقى تاني عيب، يجب ان يكون الشخص الذي لديه سلعة بحاجة الى سلعة اخرى محتاج سلعة تانية، يبقى انا لازم ابقى محتاج السلعة وانت محتاج السلعة اللي معايا. يبقى لما يجي يسألني ويقول لي ايه عيوب المقايدة، اقول له حاجتين، صعوبة تخزين بعض السلع مثل الفاكهة، وتاني حاجة يجب ان يكون الشخص الذي لديه سلعة بحاجة الى سلعة اخرى. طيب افرض بقى جاب لي سؤال وقال لي بما تفسر صعوبة استخدام نظام المقايدة في حياتنا اليومية، يعني ليه صعب انا وانت الوقت نقدر نستخدم نظام المقايدة؟ قلنا عندنا سببين، اول حاجة بسبب صعوبة تخزين بعض السلع مثل الفاكهة. طب هو انا لو حفظت الاجابة دي بس كده خلاص؟ اقول لك خلاص، بس برضو لازم تفهم العيب التاني، ان الشخص اللي عايز يبدل لازم الشخص التاني يبدل معاه، علشان لو جالي سؤال صح وغلط وقال لي يمكن المقايدة مع شخص لا يحتاج السلعة الموجودة لديك، يعني ممكن تبدل مع واحد مش محتاج حاجتك؟ طبعا غلط، لازم انا وهو نحتاج حاجة بعض علشان تتم عملية المقايدة، يعني عملية التبادل. يبقى احنا كده عرفنا ان النظام اللي كان بيتعامل به الناس قبل الفلوس كان اسمه المقايدة، يعني التبادل، وقلنا ان الحاجات بتاعتك وبتاعتي بنقول عليها السلع والخدمات، فكان بيحصل عملية تبادل بين السلع والخدمات بدون استخدام نقود، وقلنا ان المقايدة فيها عيوب. كم عيب؟
2 صعوبة تخزين بعض السلع مثل الفاكهة، ولازم نحفظ العيب ده كويس جدا علشان لو جاب لي سؤال بما تفسر اكتب له الإجابة دي. وتاني عيب، يجب أن يكون الشخص اللي عنده السلعة بحاجة إلى سلعة أخرى علشان تتم عملية التبادل، يعني علشان تتم عملية المقايدة. طيب يبقى كده نظام المقايدة فيه عيوب ومشاكل؟ أيوة طبعا، هنا بقى الإنسان اخترع الفلوس، يعني النقود. يبقى الإنسان ليه اخترع الفلوس والنقود؟ أقوله علشان نظام المقايدة دي فيه عيوب ومشاكل، فقالك أنا لازم أعمل فلوس يعني نقود، لدرجة إن كل دولة بقت عاملة فلوس لوحدها. طب لما الدولة تعمل فلوس خاصة بيها بنقول عليها إيه؟ بنقول عليها عملة. بنقول عليها إيه؟ عملة. يبقى الفلوس هي النقود، وكل دولة عملت نقود خاصة بيها، والنقود الخاصة بكل دولة بنقول عليها عملتها. طيب هي العملة بتاعتنا في مصر إيه؟ يعني العملة الرسمية بتاعتنا إيه اللي إحنا بنشتغل بيها الفلوس بتاعتنا؟ أقوله الجنيه المصري. يبقى العملة الرسمية لمصر الجنيه المصري. طبعا كل دولة لها عملة بتختلف عن الدولة التانية، يعني مثلا عارف السعودية؟ العملة بتاعتها الفلوس بتاعتها بيقولوا عليها ريال، فعندهم 1 ريال، 10 ريال، 100 ريال. احنا في مصر هنا عندنا جنيه، عندنا 10 جنيه، عندنا 100 جنيه، عندنا 1000 جنيه. فالعملة الرسمية بتاعت مصر الجنيه المصري، وكل دولة ليها فلوس لوحدها بنقول عليها عملة خاصة بيها. بيقول لك بقى الإنسان لما اخترع العملة يعني النقود ديت سهلت أوي فكرة البيع والشراء، بقى سهل جدا تبيع وتشتري، مش شرط بقى أبدل معاك الحاجة بتاعتي والحاجة بتاعتك. ليه؟ لأن نظام المقايضة ما كانش فيه بيع وشراء، لا ده كان تبادل بس. يبقى لما الإنسان اخترع العملة ده سهل إيه؟ سهل البيع والشراء. طيب هو ايه البيع وايه الشراء؟ اقول لك البيع يعني لما ادي السلع والخدمات مقابل عملة الدولة. لما انا وانت نبيع سلعة وخدمة وناخد فلوس يبقى احنا كده بنعمل عملية البيع. طيب لما احنا نروح بقى ناخد سلعة وخدمة مقابل عملة الدولة ده اسمه الشراء. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني مثلا لو جه يقول لي الحصول على الخبز مقابل مبلغ من المال ده بيسمى ايه؟ انت كده رحت اشتريت خبز، يبقى ده اسمه الشراء. اما البيع بقى لا، انا اللي ببيع يعني انا اللي بديك السلعة والخدمة واخد قصادها فلوس. طيب يبقى لما يجي يسألني ويقول لي ظهرت عملية البيع والشراء بعد اختراع ايه؟ اقول له على طول النقود. بعد اختراع ايه؟ النقود. يبقى بعد اختراع النقود بقى في حاجة اسمها البيع وفي حاجة اسمها الشراء، لان ايام زمان في المقايدة كان في تبادل بس، ما كانش فيه بيع ولا فيه شراء. طيب افرض جاب لي سؤال وقال لي العملة الرسمية لمصر هي ايه؟ اقول له على طول الجنيه المصري، مش الجنيه بس. على فكرة في عملات دول تانية اسمها الجنيه، السودان عندها الجنيه السوداني، عندك مثلا الجنيه الاسترليني، فلازم تقول العملة المصرية الجنيه المصري. يبقى العملة الرسمية لمصر الجنيه المصري. يبقى احنا كده عرفنا ان اول نظام كان موجود في العالم كان المقايدة، وبسبب مشاكله وعيوبه ظهرت النقود يعني الفلوس، لدرجة ان كل دولة طبعت وعملت فلوس لوحدها، زي مثلا مصر لما عملت عملة اللي هي الجنيه المصري، وبدأت بقى عملية البيع والشراء. طب انا عاوز اعرف برضو ازاي الفلوس اتطورت من زمان لحد دلوقتي وبقت عبارة عن ورق بنحطه في جبنة وانا وانت بنستخدمه؟ يعني عاوزك تكلمني عن تطور النقود، ازاي النقود تطورت وبقت بالشكل اللي انا وانت بنستخدمه دلوقتي. اقولك لما نيجي نتكلم عن تطور النقود يعني تطور الفلوس عندنا 3 مراحل. اول نقود الانسان استخدمها كان النقود السلعية. النقود ايه؟ السلعية. يعني ايه؟ اقولك كل مجتمع وكل شوية ناس اتفقوا على سلعة حاجة معينة يعملوها نقود. مثلا المصريين القدماء قعدوا مع بعض وقالوا ما تيجي نستخدم القمح بما انه موجود عندنا كلنا كأنه نقود نشتري ونبيع بيها. يعني مثلا اخد شوية قمح واروح السوق اشتري فاكهة بشوية قمح، واشتري سمك بشوية قمح، واشتري كل حاجة انا عاوزها بشوية قمح. الراجل اللي انا اشتريت منه الحاجات دي ولم القمح هو كمان هيشتري بالقمح، يبقى القمح ده هيبقى هو النقود السلعية اللي احنا هنشتغل بيها، ولازم كلنا نوافق ان احنا هنشتغل بالقمح.
طب هنا ممكن تقولي ما دي نظام مقايدة، أقولك لا، انت مش بتبدل القمح بحاجة، انت بتعتبر القمح نقود بتشتري وتبيع بيها. لو انا حتى مش محتاج القمح انا هلم القمح وهروح اشتري به برضه. المهم كل مجتمع اختار سلعة معينة في عملية البيع والشراء وخلاها هي العملة بتاعته. فبقول على اول نظام في النقود ده النقود السلعية. طيب انت بتقولي كل مجتمع اتفق على سلعة معينة علشان تبقى هي الفلوس، زي مين؟ اقولك المصريين القدماء اتفقوا على القمح علشان تبقى هي النقود السلعية اللي يبيعوا يشتروا بيها. طيب في حد عندك غير المصريين القدماء؟ اقول لك ايوة، الاغريق اللي هم الناس اللي كانت عايشة في بلاد اليونان ايام زمان. طب النقود السلعية اتخذوا سلعة ايه علشان يبيعوا ويشتروا بيه؟ اقول لك الابقار. الابقار كان عندهم ابقار كتير جدا، فكانوا بيستخدموا الابقار في عملية البيع والشراء، يعني كانت بالنسبة لهم نقود سلعية لان البقرة سلعة زيها زي القمح عندنا. طيب في ناس تانية؟ اقول لك ايوة، سكان المكسيك، دولة اسمها المكسيك، السكان اللي فيها اتفقوا ان النقود بتاعتهم السلعية جوز الهند، علشان كان عندهم اشجار جوز هند كتير، فقال لك خلاص هنبيع ونشتري بجوز الهند. يبقى اول حاجة في النقود في العالم كانت النقود ايه؟ اقول له النقود السلعية، يعني عبارة عن سلعة معينة، حاجة معينة، كل مجموعة ناس اتفقوا مع بعض انها هتبقى العملة في البيع والشراء. المصريين القدماء اتفقوا ان القمح هو اللي هيبيعوا ويشتروا بيه، الاغريق اتفقوا ان الابقار هي اللي هيبيعوا ويشتروا بيها، طب سكان المكسيك اتفقوا ان جوز الهند هو السلعة اللي هيبيعوا ويشتروا بيها. طيب ايه بقى مشاكل وعيوب النقود السلعية؟ اكيد طبعا لها عيوب، لانها لو ما كانش لها عيوب كانت هتفضل موجودة لحد النهاردة. اقول لك ايوة فعلا عندنا عيوب النقود السلعية، اللي هي صعوبة تجزئتها، يعني في حاجات معرفش اجزئها. مثلا الاغريق قلنا كانوا بيستخدموا الابقار، طب افرض انت رحت السوق وعايز تشتري حاجة والحاجة دي سعرها اقل من الابقار كتير، هتعمل ايه؟ هتجزئ البقرة؟ يعني هتقسم البقرة نصين؟ مش هينفع. يبقى ايه عيوب النقود السلعية؟ اقول له صعوبة تجزئتها. طب احنا كده عرفنا ان اول حاجة من النقود النقود السلعية. تاني حاجة من النقود عندنا قالك النقود المعدنية. نقود معدنية دي ظهرت بعد ما الانسان اكتشف المعادن، فكل دولة قامت عاملة عملة معدنية. طب عملتها من معادن ايه بالظبط؟ اقولك من ثلاثة، يا من الذهب يا من الفضة يا من النحاس. يبقى تاني، النقود المعدنية ظهرت امتى؟ لما الانسان اكتشف المعادن. طيب كل دولة قامت عاملة عملة، عملتها من المعادن زي ايه؟ اقول له يا اما من الذهب يا اما من الفضة يا اما من النحاس. طب هي النقود المعدنية دي فيها عيوب؟ اقول لك ايوة، عندنا عيوب النقود المعدنية. طيب ايه هو عيبها؟ اقول لك صعوبة حملها. يعني ايه صعوبة حملها؟ يعني لو 1000 عملة من الذهب هتعرف تشيلها؟ لا طبعا، كتير جدا. يبقى عيوب النقود المعدنية صعوبة حملها، اما عيوب النقود السلعية صعوبة تجزئتها. طيب انت بتقولي ان من عيوب النقود المعدنية صعوبة حملها، ده خلى الناس تعمل ايه؟ قالك خلت الناس تحط الفلوس بتاعتها اللي هي النقود المعدنية في اماكن امنة، يعني البنوك، مقابل ورق مكتوب عليه قيمة المعدن. يعني مثلا لو انا رحت مثلا البنك وحطيت فيه مثلا العملة بتاعتي وليكن 100 جنيه ذهب، هاخد قصاده 100 جنيه ورق مكتوب عليه قيمة الفلوس وقيمة المعدن بتاعي، وكمان اسم صاحب المعدن مكتوب عليه ان انا ليا كذا في البنك كذا. طيب فلما اروح اشتري من الاسواق هعمل ايه؟ اخد الورقة دي واشتري بيها. الراجل اللي انا هشتري منه هياخد الورقة ويروح ياخد براحته من البنك الفلوس بتاعتي، لان الورقة ديت كأنها اثبات ان انا ليا فلوس في البنك ده. بيقول لك بقى الفكرة بقى اللي جات له من ساعة ما حط النقود المعدنية في البنوك وخد قصادها ورق، هنا فكر يعمل تالت حاجة وتالت نوع من النقود اللي موجود لحد النهاردة، اللي هو النقود الورقية. نقود ورقية؟ أيوة، كل دولة قامت عاملة لنفسها عملة، عملة ورقية بتختلف عن باقي الدول، كل دولة الوقت فيها عملة خاصة بيها. ومش كده وبس، قالت لك العملة الورقية ديت لازم بنك واحد هو اللي يطبع الفلوس. طب هنعمل ايه؟ قالك احنا لازم نعمل في كل دولة بنك مركزي، ده مسؤول عن اصدار النقود الورقية.
يبقى تاني، النقود الورقية الفكرة بتاعتها جت لما بقى فيه صعوبة في حمل النقود المعدنية، والناس راحت حطتها في البنك وخدت قصادها ورقة مكتوب عليها قيمة الفلوس واسم صاحب الفلوس، فهنا الناس فكرت انها تعمل نقود ورقية. وفعلا كل دولة عملت لنفسها عملة ورقية بتختلف عن الدولة التانية، كل دولة لها عملة لوحدها، وقالت لك ان اللي مسؤول عن طباعة الفلوس دي البنك المركزي. يعني كل دولة هيبقى فيها بنك مركزي خاص بيها، مسؤول عن ايه؟ عن اصدار النقود الورقية، يعني هو اللي بيطبع الفلوس الورق. واحد يقول لي طب ما انا ممكن اجيب طبعة كويسة واطبع الفلوس، اقول لك لا، ما هو البنك المركزي في كل دولة بيحط علامة فضية اللي هي العلامة المائية، يعني العلامة اللي محطوطة دي مش اي حد يعرف يعملها. طب السؤال هنا، ليه البنك عمل العلامة الفضية اللي هي العلامة المائية؟ اقول له لمنع التزييف والتقليد، علشان العملة ما تتقلدش وتبقى مزورة. يبقى تاني، لما اجي اتكلم عن تطور النقود انا عندي كم مرحلة؟ تلاتة. عندي تلات انواع من النقود، رقم واحد النقود السلعية، رقم اتنين النقود المعدنية، رقم تلاتة النقود الورقية. اول حاجة النقود السلعية دي عبارة عن حتة سلعة المجتمع والناس اللي عايشة فيه بيتفقوا مع بعض ان هم يستخدموها في البيع والشراء. قالك المصريين اتفقوا على القمح ان هو يستخدموه في البيع والشراء، فاصبح النقود السلعية بتاعتهم. بالنسبة للاغريق اتفقوا على الابقار. بالنسبة بقى لسكان المكسيك اتفقوا على جزء الهند. قالك عيوب النقود السلعية صعوبة تجزئتها، بعض السلع اللي بيشتغلوا بيها صعب انك تجزئها. طيب رقم اتنين النقود المعدنية، دي ظهرت لما الانسان اكتشف المعادن، لدرجة ان كل دولة عملت عملة ليها، يا اما من الذهب يا اما من الفضة يا اما من النحاس، دول التلات معادن اللي اتعمل بيهم النقود المعدنية. عيوب النقود المعدنية صعوبة حملها، صعب جدا تشيل مثلا 1000 جنيه ذهب، ده يبقى تقيل جدا. هنا الناس بدأت تفكر تحط الفلوس في مكان امن اللي هو البنوك، وتاخد ورقة مكتوب عليها قيمة المعدن يعني قيمة فلوسها واسم صاحبها يعني الاسم بتاعه، علشان يقدر يبيع ويشتري بشوية ورق. طيب بسبب بقى فكرة الورق اللي خدوه من البنك علشان يبيعوا ويشتروا بيه ظهرت النقود الورقية، لدرجة ان كل دولة عملت لنفسها عملة ورقية تختلف عن باقي الدول، وكل دولة قامت عاملة لنفسها بنك مركزي. البنك المركزي ده بقى مهمته اصدار النقود الورقية، يعني هو اللي بيطبع الفلوس الورق. طب النقود الورقية دي مش ممكن اي حد يطبعها؟ اقول لك صعب جدا. ليه؟ لان البنك المركزي اللي بيصدر العملة دي بيحط فيها علامة فضية اللي هي العلامة المائية اللي احنا بنشوفها في الفلوس لمنع التزييف والتقليد. طب افرض جاب لي سؤال وقال لي بما تفسر انشاء بنك مركزي في كل دولة؟ ليه كل دولة عندها بنك مركزي؟ اقول له لاصدار النقود الورقية، هو اللي مسؤول عن اصدار وطباعة النقود الورقية. طيب افرض سألني وقال لي بما تفسر ضرورة وجود علامة مائية داخل الورقة النقدية؟ يعني ليه كل الفلوس فيها علامة مائية اللي هي العلامة الفضية دي؟ اقول له لمنع التزييف والتقليد، يعني علشان ما تتزورش. يبقى تاني، لمنع التزييف والتقليد. طب افرض جاب لي سؤال اختياري وقال لي اول نوع من النقود عرفها الانسان هي النقود. طبعا احنا عارفين ان احنا عندنا تلات انواع من النقود، اول نقود النقود السلعية، وبعد كده المعدنية، وبعد كده الورقية، يبقى هختار النقود السلعية. طيب المحصول الذي استخدمه المصريون كنقود سلعية هو ايه؟ اجدادنا استخدموا سلعة ايه كنقود؟ اقول له القمح. طب النقود السلعية عند الاغريق هي ايه؟ الاغريق كانوا بيستخدموا سلعة ايه كنقود؟ اقول له الابقار. طيب فاكر سكان المكسيك كانوا بيستخدموا ايه؟ ايوه جوز الهند. طيب كده احنا اتكلمنا عن تطور النقود لحد ما وصلت بشكلها الحالي، بس برضه انا عايزك تكلمني عن تطور النقود في مصر، يعني ترجع بالزمن من ايام اجدادنا وتقول لي ازاي وصلت الفلوس اللي في ايدي وفي ايدك في مصر بس مش في العالم. انت الوقت كلمتني عن تطور النقود من نقود سلعية لنقود معدنية لنقود ورقية، انا عايز اعرف اللي حصل في مصر في النقود لحد ما وصلنا للفلوس اللي في ايدينا اللي هو الجنيه المصري اللي في ايدينا. اقولك اول حاجة كان عندنا ايام زمان نظام المقايدة، وده كان في الدولة القديمة، وده اول حاجة احنا عارفينها. يبقى اول حاجة في تطور النقود في مصر ايه؟ نظام المقايدة اللي كان فين؟ في الدولة القديمة. طيب تاني حاجة قالك العملة الذهبية، عملة ذهبية؟ عملة من المعدن بس معمولة من الذهب،
السؤال هنا اشمعنى؟ قالك لان المصريين استخدموا العملة دي زي العملة اليونانية اللي كانت موجودة ومنتشرة في ايد اليونانيين المقيمين في مصر. ايام زمان اليونانيين كان فيه منهم عدد كبير جدا عايش في مصر، وكانوا بيستخدموا العملة الذهبية، علشان كده المصريين هم كمان استخدموا العملة الذهبية. يبقى اول حاجة نظام المقايضة، وده في الدولة القديمة. بعد كده العملة الذهبية اللي احنا اخدناها من مين؟ من العملة اليونانية. طيب تالت حاجة قالك بقى سك العملة المصرية. يعني ايه سك؟ يعني عملنا العملة المصرية اللي هو الجنيه المصري من الذهب مش من الورق. يبقى اول جنيه مصري كان معمول من الورق ولا من الذهب؟ من الذهب. طيب العملة المصرية دي كانت سنة كام اتعملت؟ اقول له سنة 1836. تاني، يبقى احنا بقى عندنا عملة مصرية اللي هو الجنيه المصري من الذهب سنة كام؟ سنة 1836، واول مرة الوقتي نسمع عن الجنيه المصري من الذهب. طيب بعد كده بفترة بقى عندنا نقود ورقية لاول مرة. نقود ورقية؟ أيوة، قابلة للتحويل إلى ذهب. يعني عبارة عن شوية ورق بروح البنك أحولهم واخد مكانهم ذهب عادي. طب الكلام ده سنة كام؟ سنة 1899. طب هو مين اللي طبع النقود الورقية في الوقت ده؟ هل البنك المركزي؟ ما انت لسه قايل للبنك المركزي هو اللي مسؤول عن طباعة أي ورق. أقول لك لا، في الوقت ده ما كانش لسه البنك المركزي المصري اتعمل، فاللي أصدر النقود الورقية لأول مرة كان مين؟ أقول له كان البنك الأهلي المصري. الكلام ده سنة 1899. طب أنا هنسى السنة دي، أقولك 19 وجنبها صفرين يعني 1900، شيل منها سنة يبقى سنة 1899 البنك الأهلي طلع أول نقود ورقية. بس النقود ديت عايز تحولها لذهب في أي وقت براحتك، يعني تروح البنك تديلهم الورق وتاخد مكانها فلوس ذهب عادي جدا، مادام معاك نقود ورقية تقدر في أي وقت تحولها لذهب. طيب فضلنا كده شغالين لمدة 15 سنة، فلو حطينا 15 سنة على سنة 1899 هنوصل لسنة 1914. ايه اللي حصل؟ قالك النقود الورقية يعني الجنيه المصري الورقي الورق هي العملة الرسمية لمصر وغير قابلة للتحويل الى ذهب. يعني هو ده اللي هتشتغل بيه، الذهب ما عادش بيستخدم في البيع والشراء، انت معاك جنيه مصري ورقي وهو وبقى العملة الرسمية لمصر. الكلام ده طبعا اتطبق سنة 1914 وطلع مرسوم يعني قرار، وكمان الجنيه ده غير قابل للتحويل الى ذهب. ومن سنة 1914 لحد دلوقتي العملة الرسمية لمصر هو الجنيه المصري الورقي. طيب انت بتقولي ان اللي مسؤول عن طباعة العملة واصدار العملة للبنك المركزي، امتى بقى عندنا بنك مركزي مصري؟ اقول لك سنة 1960 تم انشاء البنك المركزي المصري مصري، وأصبح له الحق في إصدار النقود الورقية لحد النهاردة. يبقى احنا كده عرفنا تطور النقود في مصر عندي كم حاجة؟ خمس حاجات. اول حاجة خالص نظام المقايضة، وده كان في الدولة القديمة ايام زمان جدا. بعد كده عملة ذهبية شبه بتاعة اليونان. بعد كده سكينا وعملنا اول عملة مصرية كانت الجنيه المصري من الذهب سنة 1836. يبقى اول جنيه مصري من الذهب كان سنة كام؟ 1836. طيب بعد كده عملنا نقود ورقية لاول مرة تقدر تحولها لذهب سنة 1899. مين اللي عمل النقود الورقية دي؟ اقول له البنك الاهلي المصري. ايه؟ البنك الاهلي المصري. الجنيه تقدر تروح البنك وتحوله لذهب عادي. اخر حاجة بقى النقود الورقية اللي هو الجنيه المصري الورقي هو العملة الرسمية لمصر. الكلام ده سنة 1914، والجنيه المصري الورقي غير قابل للتحويل الى ذهب لان خلاص ما عادش الذهب بيستخدم في عملية البيع والشراء، لحد طبعا ما عملنا البنك المركزي المصري سنة 1960 واللي اصبح له الحق لوحده في ان هو بس اللي يصدر النقود الورقية. يعني مفيش بنك في مصر يقدر يطبع فلوس غير البنك المركزي المصري. بس احنا عارفين ان اول بنك يطبع فلوس في مصر كان البنك الاهلي، علشان لما يجي يسألني ويقول لي صدرت النقود الورقية في مصر لأول مرة سنة 1899 من أنهي بنك، على طول أقول له البنك الأهلي. طيب منع مرسوم 1914 تحويل النقود الورقية إلى إيه؟ في قرار طلع سنة 1914 منع تحويل النقود الورقية، يعني منع تحويل الجنيه المصري الورقي إلى ذهب، ما عادش خلاص الجنيه يتحول لذهب، بقى هو العملة الرسمية. طيب كده احنا اتكلمنا عن تطور النقود في العالم واتكلمنا عن تطور النقود في مصر.
طب انا عايز اعرف بقى الوقتي، انا وانت معانا فلوس، ساعات نروح نشتري الحاجات نلاقي سعرها غالي وساعات نلاقي سعرها مش غالي، انا عايز اعرف ايه العوامل اللي بتأثر في سعر المنتج اللي انا وانت بنشتريه. قالك عندك حاجتين، عندك العرض والطلب، وحاجة اسمها المسافة من مكان الانتاج. يعني ايه مش فاهم؟ اقولك، لو انت مثلا رايح تشتري حاجة ولقيتها موجودة كتير عند كل الناس، سعرها هيبقى ايه؟ هيقل. يبقى العرض والطلب، لو الكمية كبيرة من المنتج بتاعك السعر بينخفض، اما بقى لو الكمية قليلة يعني صغيرة السعر بيرتفع. يبقى اول حاجة بتأثر في سعر المنتج العرض والطلب، الكمية الكبيرة قوي من المنتج سعرها بينخفض، الكمية الصغيرة من المنتج سعرها بيرتفع. يعني مثلا لما اروح السوق واشتري طماطم ولقيت كل السوق طماطم السعر هيقل، طب لو رحت وكان واحد بس اللي معاه طماطم هيغلي السعر. يبقى الكمية الكبيرة السعر بتاعها بيقل، اما الكمية الصغيرة السعر بتاعها بيرتفع. طيب ده اول حاجة بتأثر في سعر المنتجات، العرض والطلب. طب تاني حاجة انت بتقولي المسافة من مكان الانتاج، يعني ايه؟ ازاي المسافة تأثر في سعر الحاجة اللي هشتريها؟ اقولك، لو انت بتشتري حاجة معمولة بعيد جدا والحاجة دي علشان تجيلك احتاجت عربيات في النقل، ده هيخلي سعرها يزيد ولا مش هيزيد؟ هيزيد. يبقى تكلفة النقل بيزود السعر، وكمان الايدي العاملة، الناس اللي اشتغلت في الحاجة دي وعملتها لك برضو هتزود لي في السعر. يبقى المسافة من مكان الانتاج اللي هو تكلفة النقل والايدي العاملة برضو من العوامل اللي بتأثر في سعر المنتج. يبقى سعر المنتجات متغير على حسب حاجتين، العرض والطلب، فالكمية الكبيرة من المنتج سعرها بينخفض، والكمية الصغيرة من المنتج سعرها بيرتفع. اما المسافة من مكان الانتاج عندك حاجتين، تكلفة النقل يعني الفلوس اللي هتدفع على نقل الحاجة من مكان لمكان، والايدي العاملة يعني الفلوس اللي بتدفع للعمال اللي شغالين في المنتج ده. علشان لما يجيلك سؤال ويقولك يؤثر العرض والطلب على اسعار السلع والخدمات، صح ولا غلط؟ طبعا صح، العرض والطلب بيأثر في السعر، قلنا الكمية الكبيرة من المنتج سعرها بينخفض، والكمية الصغيرة من المنتج سعرها بيرتفع. طيب افرض سألني وقال لي بعد المسافة عن مكان الانتاج من العوامل المؤثرة في سعر المنتج، برضو صح، المسافة برضو من العوامل اللي بتأثر في سعر المنتج. وبكده نكون خلصنا خامس درس عندنا في الوحدة التانية. تحياتي ليكم مستر عطا زكي شحطه.